أول ظهور للزوجة الجديدة لعبد الله أبو جهد بعد أشهر قليلة عن طلاقه من زوجته الأولى سارة أبو جهد. إليكم الصور. شكون الناس اللي كيعشقوا فوكاديوس؟ ما يمكنش على معدق خيالي. أنا مع الزوج مصطفى مرتضى، مع المخرج الكبير ديالنا أمين مرتضى، مع الفنان الكبير ديالنا عبد الله أبو جهد، ومع الزوجة ديالو الجميلة ديالنا. الله يكمل بخير. امين يا رب. وكي جاكم بوكاديوس؟ كي جاكم بوكاديوس؟ كي جاكم؟ جميل جميل. واو، تنشيو في الناس مساكن. دابا توصلت بعض المساجات، فاش تعجبت فاش درت داك ستوري على عبد الله ابو جهد، قلت ليه الله يكمل بخير، الله يسخر ليك. وصلوني بزاف تاع لي ميساج من دي كونت اللي ما مابونيينش ليا، يعني ما كيعرفونيش، كيعايروني وكيسبوني. صعيب انه تحكموا على بنادم ما كنتوش عايشين معاه، ودخلتوا كتسبوه داك السيد نتوما واش عايشين معاه عارفينه. السيد من اطيب خلق الله، كون ما كانش ظريف اصلا كاع ما يكونش صاحب راجلي. انا راجلي ما كيتصاحبش وما عندوش صحاب نهائيا، يعني صحابو ثلاثه اربعه اللي كاينين في حياته اللي كيعرف. والناس اللي كيقولوا لي هذيك السيده كانت صاحبتك، ما عمر انا يا شي حد كان صاحبي. هذيك السيده اللي كتقولوا كانت صاحبتك، انا ما عمرش حد يكون صاحبي وهو كان صاحب مصلحه. الواحد جاي يعيش معاك ومدوز معاك واحد الوقت على قبل واحد الحاجه باش يوصل لواحد المصلحه، ومنين وصلها صافي ما بقاش كيعرفك. اش من صحبه هذه؟ واش غير نتوما حيت نتوما كتعبدوا شي وحدين وكتموتوا عليهم؟ صافي ما خصنيش انايا نقول مبروك للسيد، ما خصنيش باش نتوما تكونوا فرحانين وباش شي وحدين يكونوا فرحانين.